الحمد لله الوالده ديالي يلاه طلعوا عملا غيانيماسيون. كنا في الدار ما علينا ما بينا، هي فيها السكر، طاح طلع لها السكر شويه، طاحت سخفات، طاحت على راسها، المهم خيطت الحجبان ديالها شويه هنا في السنان وداك الشيء. والحمد لله دابا هي راه في لاكلينيك اندلس في شامبر ديزولمون، ممنوعه الزياره. وكنقول لكاع المغاربه شكرا شكرا بزاف لكاع لي ميساج اللي صيفطوا لينا، الفنانين اللي ساندوا معانا وسيدنا الله ينصرو وجميع الناس ولي بروفيسور والاطباء، كنشكر كاع الناس اللي وقفوا معانا والله يطول في عمرهم وعاش سيدنا. هادشي اللي كاين سيدي. وي اكزاكتومون خويا، حتى هو كان ناعس في لاكلينيك، هذه غير عين الحمد لله، غير بالسورشارج ديال الخدمه باسكو كيخدم في شركه ديال لابوب وداك الشيء، ونعس بوندون ان موا هو في لاكلينيك. الحمد لله دابا خرج، وهذا ابتلاء من عند الله، والمؤمن مصاب، وكنحمد الله ونشكروه. هذا الشيء اللي كاين اخويا، ولي فان كنقول لهم شكرا بزاف شكرا بزاف، وكاع الناس اللي صيفطوا لنا لي ميساج واللي دعوا معانا كنشكرهم بزاف، ولهم بالمثل والله يجازيهم بخير والله يطول في عمرهم. وشكرا جميع الفنانه، واخا ما غنجبدش الاسماء كاملين، شكرا لكل شيء كل شيء، جميع الفنانه المغاربه الله يطول في عمرهم، وشكرا بزاف يا سيدي، شكرا.